مع معز الغربي. مع معز الغربي. في العتيق. نعود من جديد. أهلا وسهلا، مرحبا بكم بعد نشرة أخبار الواحدة وأجواء التونسية الهادي جويني. أول نظرة درباني هكا يقول عادل فضلون، فيقول لك برشا ناس يغنيوا يقولوا أول نظرة. لا، من أول نظرة درباني زين بهجة البنات خلاني في الحب العاني ذوقني اللعات يا سيدة أسماء. كيف فكري في الروضة يعملوا في كل حد ذوكم سوق التراكتور فهمت يعني سوق التراكتور كل حد ما عليه. مرحبا بكم احمد سليتي، اهلا وسهلا. مرحبا وبيك عايش. مرحبا هاجر، مرحبا. مرحبا بك، اهلا وسهلا. وايضا اسماء عوينتي، مرحبا. وريم مزود، مرحبا بيك. بيك عايش. النصايح يا ريم بإيجاز بطبيعه للناس اللي يسمعوا فينا واللي يحبوا يسمعوا النصايح نتاعك بإيجاز. بون باش نعذر باش نحاول كيفاش ننصح العبيد على طريق السمعيه، خاطر مش كيما البصريه كما سمعين بطبيعة. الوصف أكثر الوصف أكثر بالكلام. تحب أنت تعمل في دارك، أنا باش نمشي باختين، معناها بالموضوع. الموضوع ديكور بالموضوع باختين. أيوة نقولها محور الموضوع الميكرو شوية قرب شوية. مثلا شاهية مرأة أم ولا مرأة في دارها تعمل ديكولور فلاشي، ديكولور شود إي فلاشي. أيوة معناها ألوان دافية وبريقة. أي نعم هكا ولا لي يقولوا بريقة. ألو إش تعمل عندك؟ تعمل يا بابي با فيغ، يا بابي با اخضر وفيه الاوراق. ايوه ولا تعمل لي كوسان البابي، كل واحد ذاك اللي يلصق في الحيط اللي يلصق في الحيط. ايوه والا تعمل لي كوسان بالاوراق اللوحات. اللوحات زين تروبيكال. تروبيكال هو شنو؟ هو فيهم الالوان نتاع الغله الكل. ايوه احنا نقولوا تروبيكال سي الوان 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 الغله. هذه العباد اللي يحبوا لي كولور فلاشي، لي كولور شود. فما شكون يحب الستيل اثنيك؟ ستيل اثنيك شنو تحط؟ تحط الغوطان، لوزيي، السمار نتاع نابل. ايوا الحلفه والنحاس. هذه تو سمار ولا حلفه؟ لا هذه سمار. سمار ايوا سمار. والحلفه، الحلفه اللي تبدا رطبه يعملوا بها لي سكاما ويعملوا بها الخيش كيما الخيشه نتاعي. اي نعم. والنحاس به. فما لوكو سولي، يعني تحب تعمل لوكو سولي في دارك. لوكو سولي تعمل ريد ويت صفر والباقي كل ابيض، فهمت؟ وتجم تعمل لوحات معهم دوري، تعطي امبيونس حلوه في الدار، تعطي امبيونس نتاع شمس. أيوة. ديما شمس حتى ديما كان يعني. حتى كان يبدا الطقس مغيم وحاجه ديما تعطينا امبيونس نتاع ضوء وشمس. حلو ياسر. ونحن في حاجه للضوء، احنا نحب الضوء. في حاجه عندك الاصفر فاس عظمه ولا الاصفر الناصع، وعندك دخل معاه الدوري الذهبي والابيض. به به باش. حاجه اخرى مثلا نحبوا نعملوا كوان فيردور، معناها تركينا كما نقولوا تركينا خضراء فيها النباتات. فيها النباتات. اي نعم. الكوان فيردور يلزمها مثلا لي بلونت ناتوريل ندخلوا. أيوة. اللي هو طبيعي. ايوه النباتات الطبيعيه. بلونت غراس عندنا. أيوة. الليير هذوما تلقاهم بيت القعاد في الصاله يعني. بيت القعاد حتى في الصاله. أي في الصاله. أيوة. فهمت؟ لي تابلو فيهم الاعشاب اللوحات. أيوة. اللوحات فيهم الاعشاب. لي بيتي بو معناها المحبس الصغار اللي يتحطوا على الطاوله نتاعنا اللي باش نقعدوا عليها. أيوة. طابلو باس يزينوا بهم. يزينوا بهم فيهم شو، يا اما كاكتوس يا هندي. أي. حاجه. أي. كاكتوس صغير. أي. هذيك يعطي تعطي فيردور قوش عليك في الجنينه. انت ماكش في الجنينه، احنا في البرتمانات تاعنا ناقصين جنينه وناقصين، دونك ندخلوا نحاولوا ندخلوا الفيردور الانتيريور دو لا ميزون، معناها في داخل الدار. باهي. ناتشي تيم واحد اخر ولا يزيد؟ يزيد اليوم. تذكروا رقم التليفون كالعاده 26 205 75. اتولي بلاغت ديكو اتوما. مرحبا بك. شكرا ريم مزود، يعطيك الصحه. مرحبا بك. نرجو لاحمد سليتي وطياره فود اللي قاعد توا يقولوا احنا يسوق للخارج والحمد لله. الحمد لله. شنو هي الاسواق اللي عندك توا؟ توا نسوق لكندا ونسوق لفرنسا. كندا وفرنسا ونخدم لهنا مارشي لوكال بطبيعه السوق المحليه. انت هنا ذكرنا عندك لفاحات اللي هي التوابل الكل تقريبا. التوابل الكل موجوده مثمنه. هي توابل عندنا نشوف في الفلاح، نشوف في الهروس، نشوف في الفلفل الاحمر حار وحلو. ايوه اي
اي نعم. الزعتر، الكركم، المرحي، الكركم، جميع انواع التوابل. به انت معك فريق عمل، عندك مصنع صغير يعني تقريبا يعني، لانه اللي يميزك انك تخدم في جو تقليدي لكن مصنع، يعني فيه جو تقليدي مع المحافظه على المعايير الاوروبيه في الانتاج. بالضبط، لانه فما منافسه، فما زاد شروط. اي اكيد، فما كراس شروط وفما تحاليل تصير ديزاناليز قبل لا يخرج البرودوي. ولحد الان رجع الصدى الفيدباك يعني اللي عندك من كندا ومن فرنسا، اش قالوا لك على المنتوج نتاعك؟ يعني المنتوج عجبهم. مازال انا تتعامل مع مطاعم، تتعامل مع مؤسسات، نتعامل مع مطاعم، نتعامل مع اشخاص، نتعامل أيوة. مع تجار، نتعامل أيوة. مع مؤسسات تونسيه ولا جنسيات اخرى؟ الاغلب جنسيات تونسيه وجنسيات عربيه، لكن هما بيدهم قاعدين يعملوا لك في التسويق ان صح التعبير. يعني كيما كنا نحكيوا مع هاجر، كي تقول له العبايه منين هذه، تقول له من تونس من فلانه الفلانيه، تقول له اعطيني انستغرامها ولا اعطيني مش عارف رقمها وغيره. واكثر شيء التعامل نتاعي مع رؤساء المطابخ، أيه. الشيف دي كويزين هم اكثر ناس ريت فين ريت فين الكش غادي مع رؤساء المطابخ، هم الكل هذوك أيه. هم اللي يحبوا يفوحوا على خاطر أيه. الفاح هو اللي بنن الماكله. تصديق لقولك أيه. في فرنسا في دوفيل كنت في ضيف في سهره، تعشينا في مطعم في دوفيل. دوفيل مدينه محلاها وفيها المهرجان السينمائي الكبير. في المطعم جابونا ماكله يعني بطبيعة متنوشه ومنوعه، منها دورادا، يعني حطوا لي قدامي دورادا محلاها منظرها، يودي كنت وزن طل ونص يا معلم، كليت حتى مطعم حتى نكهه، يعني نكهه التفاح نتاعنا نتاع كل، لانه نتصور الحوت هو بيدو يعني تقريبا صحيح مختلف من لوسيون ولا من البحر الابيض ولا غيره، لكن احنا زاد ساعات حتى الحوته ما تكونش مذاقها طياره، لكن لفاحاتنا الكمون والكمون البلدي فواح برشا مش كيما الكمون اللي يجيبوه من برا. هو ماكلتنا وحدها بالضبط يعني، وحتى حوتنا زاد ما شاء الله حوت السمك التونسي ممتاز يعني عالميا. حبيت اقول لك انه كما قلت علاش هما رؤساء المطابخ خاصه كي يكون تونسي يعرف قيمه انه كيفوح المذاق باش يتغير. يعني وليت نستعملها حتى طريقه في تسويق المنتوجات نتاعي، معناتها ندخل مطعم ناكل ومن بعد نبدا نعطي في دي ريكلاماسيون الملاحظات على الماكله، وبعد نخلي لهم الماركتينغ نخلي لهم الشونتيونات نتاع الهريسه والكارت فيزيت والفحات ويكلموني. هذه تسمى خدمه نظيفه. اي تري بيان. ايوا وكما قلت تصديقا لحديثك، معناتها الفحات هي اللي تبنن الماكله وهي اللي تعطي جو. بالضبط. واحنا كما قالت هاجر يا خويا نحبوا الفاح، صحيح ربما ساعات المعده تتقلق شويه، لكن نحبوا حاجه هكا مفلفله، حاجه فيها سبحان الله التوابل نتاع الوطن القبلي عندها نكهه. لا وفاح الساحل ماهوش فاح الجنوب، وفاح الصفاقس ماهوش فاح نابل، وفاح الكيف ماهوش فاح جندوبه، سبحان ربي كل جهه عندها روحها عندها خصوصيه. اي انا نحس اللي بالعكس، معناتها صفاقس وسوسه وتونس مذاق واحد ونابل الكل تحسهم قرب برشا. في جربة تتبدل شوية جربة والجنوب. حكيت على حمنلف يحبوا الهريسة. يحبوا الهريسة. يعني أنت أكيد تو في الجغرافيا واللي تعرف أن المناطق اللي عندها غرام بالهريسة أكثر من الأخرى. والهريسة هي فما زوز أنواع نتاع هريسة. فما هريسة اللي هي بالفلفل الشمسي. أيوة. هو مجفف الشمس. يعني عندنا بركلة عندنا برشا أنواع قدامك أنت. ثلاثة أنواع. ثلاثة اللي هما أعطينا الفكرة اللي هما هريسة بالفلفل المجفف الشمس. الشمس. نقولوا احنا شمسيه وهريسه بالفلفل المجفف على الحطب. على الحطب ايوا اي هذه فيومي يقولوا الفرنسيين يحبوها برشا. كل واحده ومذاقها. كل واحده ومذاقها، على خاطر الاخرى تعطي المطعم تاع الدخان في الماكله مدخنه. اي فيومي. وين هي اللي تصبر اكثر بالنسبه للكل؟ يصبر هما يصبروا على خاطر فما طريقه تاع تصبير اللي هي زيت زيتونه والملح، وفما مضافات غذائيه تنجم تحطها، تنجم تزيدك في تاريخ صلاحيه. الثالثه الفلفل اللي هي هريسه مفوره، الفلفل يبدا مفرشك تفوره لين يتبدل اللون نتاعو ومن بعد نرحب. فما قدامك هكا الساشيه هذاك، انا نعتبره الساشيه السحري هذاك. انا عندي غرام خاص ومحبه خاصه، رغم اللي في بيتنا ولا حتى في عائلتي عند الوالده الله يرحمها ما كناش نستعملوه، لكن فما برشا ناس نشم ريحه الماكله نتاعهم متغيره اللي هو الهروس. الهروس، الهروس هو فيه فلفل فيه نكهه مفوح. سبحان الله يعني يزيدك، يعني عملت كوستي مثلا ولا مش عارف شنو الاكله اللي طيبتها هي بنينه وتزيد ابن، تولي
تولي أبن ويحبوه برشا بالخاص الطين يجوا من برا على البابريكا الهروس نتاع تومس. أيوة. أي يتحط فوق اللازانيا، يتحط فوق البيتزا، يتحط في الصوص نتاع المقارونة. أي أي واحد يبنل حاجة محرحرة موزوز شوية. سباجيتي بولونيز في برشا أنواع نتاع ماكلة. وشعبنية يعملوها ذي ولا؟ أبوي. أبوي. شعبنية الوالدين. مو يرحمه بالغيف الصياد يا عبتيف صديقه زاد الله يرحمه. يقول لي هو 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 يعني محلها لهجة حاجة أخرى الوطن القبلي عشت ميو عشت ميو هي تشبه برشا الهروس في الحمامات تغنيها هذيك شعبانية عشت ميو تاع شعبانية أمي جميلة ذوقتنا زاد عشت ميو موزوزة شوية حارة بنينة بننا الاخضر بالنعناع الاخضر هذاك يهضم ريت بنينه ما عليكش عندك كل الغازات وكل الحكايات بنينه وبيانتو قاعدين نخدموا زاد احنا كل ديما نطور تو قاعدين نحضروا في مع تفاحات حاضره كيما فاح الدجاج فاح الحوت فاح بقري تو الموسم الذروه رمضان الصيف شنو المواسم الذروه اللي عندكم يعني اكثر حاجه العيد الكبير قبل العيد الكبير الهريسه تخدم برشا المده اللي قبل العيد الكبير وبطبيعه الموسم الصيفي بيجيو التونسيين بالخارج ورمضان زاد عنده جو زاد رمضان نتصور اكيد اكيد في البهارات اكثر الهريسه دونك في المحلات لي غروند سيرفاس موجودين البرودوي نتاعك ولا لا مازلت ما خلصتش الغروند سيرفاس هو نخدم مع محلات التوابل التوابليه احنا نقولوا انتم تقولوا توابليه واحنا في تونس الكبرى وحتى نتصور في جهات الشمال الغربي ولا في الجنوب ولا غيره النابلي او القربي يعني انه ديما نسبه للجهه يعني تلقى اكثر ناس هما القرابه والا تحيه حتى من الفخ السمعة زادة ولاد السمعة احنا في الحومة مثلا السمعي اللي وكي كنت في الحومة الوطنية في باردو قربي رضا تحية ليه ودالي تحية ليه تقول له عملت كل ما انت ولد الوطن القبلي وطن القبلي هذيك الحومة هذيك الحومة هاجر في حمد الفتو قربي تقول ولا نابلي ولا نابلي توابلي توابلي انت ريم في سكرة لا احنا معنيش شو معكم لا عنا نقولوا توابليه ما نقولوش انا تبع عمره معنيش نوابليه انتم في مرنقي كيف كيف توابلي مروان اما كي نمشي نصيف في نابل توابلي عمار توابلي بيان سور هي انا الوحيد كل نابلي وقربي قربي ممكن على خاطر محل قربي نسبه معناتها المدينه نتاعو يجي هو من قربه يلقى كل دار في ولايه نابل في الكابون الوطن القبلي ماخوش ولايه الوطن القبلي تلقى عند العوله تاع الفحات نتاعها ما فماش لعبه الهريسه نتاعها ما فماش حاجه تاع عام كامل ما فماش سكريه يعني حاجه ما فيهاش نقاش به ذكرنا بالاسم الصفحه نتاعك سوسيتي طياره فود على انستغرام طياره فود والويب سايت هو طيارهفود.co وعندنا خدمات التوصيل حتى المنازل هي ذي حلوه برشا عاملين اتفاقيه مع شركه للتوصيل توصل حتى الباب الدار رقم الاتصال 92 323 100 تلقاوه على الواتساب والا وتوصلوا لفين بالضبط يعني عندكم توصلوا على كامل تراب الجمهوريه 24 ولايه كيفاش يعني عن طريق البريد كيفاش تتعامل عن طريق شركه ارامكس لا ما يهمنيش في الشركه ذي بس الشركه لا يعني معلش انا نسكن في تطاوين وعملت الكوموند يعني كيفاش توصل لي في في 24 ساعه 24 ساعه توصلك الكوموند نتاعك وتنجم تطيب بالبهارات والتوابل نتاع طياره فود وبالهريسه وتفوح واللي مشي يتكلم 24 ساعة ودقيقة نتغشش هي ممكن يصير تأخير يصير تأخير متاع يوم واحد فقط مثال متاع يوم واحد أي مثال 48 ساعة على أقصى تقدير إذا كان صار هذا يصير يعني يصير صحيح كلام وراء ولي سوسيتي هذوما اللي وصلوا فريمون معناتها قايمين الواجب كبير قايمين الواجبهم ومعناتها يحترمون باش نسي تكمل معاهم بالطبيعة هي هذيك واليوم اللي صار وأنا حتى بنتي قد شمرة عملت كوموند بالإنترنت يعني نتاع الملابس ولا غيره سامحوني اليوم الظرف الصحي يخلي الناس تخدم بالطريقه هذه غير حتى انه مسافه بعيده يعني اليوم انت باش تمشي تشري صبات ولا تشري روبا ولا غيره يعني وليت تفضل انها تجيك للدار نحب نطمنوا زاد الساده المستمعين الناس اللي باش تشري من عند طياره فود اللي التوابل نتاعنا معناتها حاجه نظيفه وصالحة الاستهلاك ما فيهاش لا غبرة لا فيها قزة ما أنت حاجة صالحة الاستعمال هذه مش شاكل نفسه يقليه كسر مش شاكل يعني نفسه ما أنت الحاجة اللي نأكلها أنا اللي أنا ما نرضاش باش نأكلها ما نرضاش باش نأكلها للناس وهذه اللي قالته أسمى بالضبط اللي قالته أسمى أنه واحد يفكر في الجودة لأنه الجودة
سامحني في الكلمة انك ما تفكرش في الجودة، تنجم تعمل ربح سريع ولكن الاسم متاعك سامحني في الكلمة واللطف عليك وعلى اي تاجر ما وش بش يطول في السوق، بالخاص في السوق الأوروبية. تفكر في الجودة بتتر تبدأ بخطى بطيئة لكن تداوم بإذن الله. السوق الأوروبية عندهم حاجة يقولوا لها فود أليرت، يعني أي ماركة تجارية تدخل بالخاص في الماكلة ولا كبيرة أو غير مطابقة المواصفات يعملوا لها فود أليرت على كامل الاتحاد الأوروبي ما عادش تدخل، باش ما توذيعش سر. وإحنا الصحفيين ماناش كوريو بالكل يعني. دبيب زاديك اللي قدامك اللي هي في تونس قداش سومها هذيك؟ في تونس سومها 4 دينارات. وبالأورو قداش تولي؟ بالأورو دو روسا كونت. لا 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 غادي غادي غادي. هي بقدش تتباع البرا. هي هي ذاك تتباع بدو أورو. تيزينان. تيزينان. أي هكا. يعني باش توصل بيناتهم تقريبا قداش 6000 تولي 7000 و. أي. أي هكا. يعني مش أكثر مش أكثر. لا مش أكثر. أي غير واحد. فما مارس. 200 غرام. 200 غرام. 200 غرام. وأنت زيت الزيتونة في تونس قداش هذيا وقداش غادي؟ هذه في البيسيفي مش لتر هذه لا هذه 0.5 لا نص ايتر نص ايتر في البيسيفي فين 15 دينار في تونس اي في تونس وخارج تونس خارج تونس سا ديبون تي والمارشي ما تجيبش تحط من الى تقريبا من الى من الى حكيت ديفيرونس قداش فما 5 دينارات 5 دينار ديفيرونس 5 دينار ديفيرونس هذيك 5 دينارات في الويل دوليف فما برشا كونكورنس وزيت انت والبلاصه اللي باش تبيع فيها كندا ماهيش باريس ماهيش نيس ونيس ماهيش لونت وكندا ماهيش مونريال ولا تلقى دي زيبيسيوري معناتها في لي بون ليو ينجم يحط لك بري تقول له انت علاش زدت في سعرك يقول لك انا عندي الكريم تاعي غالي عندي مصاريف اكثر عندي شهر زيت الخدمه الكل على لومبلاج لومبلاج جيد هيجا انت فنانه والخدمه تاعك فيها برشا لمسه فنيه اكيد تلقى صعوبة باش توصل مش توصل بيتو باش تحقق انك انت كما قلت هذه قبيله قلت لها 160 دينار اكيد هي فيها برشا تعب وفيها برشا مصروف ربما مش ولكن هذه قداش هذه 220 وفما 110 هذيك الفولت بتاع الدور 220 هي ظاهره من كاليتي هي اجا حلك هو حايك هي صحيح حايك قيرواني نجيب من قيروان برافو معناتها حتى كانت السفره كيف كيف حايك هذيك ايوه سفره حايك زيد معناتها يعني حبيت نقول لك يعني حبيت نقول لك انك مثلا انت اليوم هذه تبيعها ب 220 هي لو كانت في مغازة وبالضوء والبلار ودرشون ودرشون تنجم توصل أكثر توصل أي توصل أيوة. أكثر أي لأنه هي قيمة فنية ما تنجمش تحددها يا ساعات لكن أنت تفكر زادة في مكتوب الحريف بالطبيعة وليلو زادة بشو قد يتعامل معك أنا نحاول باش يكون السوم معقول معناتها ربح معقول نحب نتعرف أكثر من أنه معناتها قدش عمر المشروع تو 2019 بديت يعني عام أي. عام وشوية عام شوية نحب نتعرف الكورونا أثرت شوية والله لي الحمد لله هو الانترنت الانترنت سفاسيليت هاي الحقيقة ذكرنا في صفحتك هجر لكاليغراف ورقم تليفونك 53 28 44 07 لي كوموند عادة مثلا ريم كلمتك اليوم قالت لك حاجتي بحاجة باش تحضرها لي نهار السبت الجاي تكون حاضرة للسبت الجاي وإلا تعمل تأخير ب 24 ساعة ليه ما نعملش تأخير ما ناخذ وقت تاخذ وقت ناخذ وقت تقول لا مثلا تنجم لو تقول لها السبت الجاي صحيح كان أي من الأول مش كان عندي حاضر نقول لها أوكي توصل لك معناتها دون دو جور تكون عندك معناتها كان باش تخدمها وكان باش نخدمها لا ناخذ وقت قداش عادة تاخذ القطعة؟ ناخذ وقتي ناخذ ليلة أكثر أكثر ناخذ 10 أيام على خاطر تريزا هذيك معناتها ماهيش مربوطة بينا كهو مربوطة باللي تروزلي زاد معناتها ياخذ وقت تقريبا مش سر هو لأنه هذيك هي التجارة يعني المارج تاع ربحك تقريبا نتصور بين 40 و 30 دينار أكثر شوية أما هكاك هذيك هي توا هذيك هي لازم نتعرف ربي عمرك المهم الحاجة باهية اللي بافيت اي عندك لي بافيت اليوم طوندونس لي بافيت توا نحب نعمل تونو مع البافيت نتاعو وشو هذيك كيما قلنا حروف حروف ديما حروف ديما حروف الوان موجوده كل شيء اي عندك الالوان الكل عندي الالوان اي باهي برشا مرحبا بك هاجر شرفتني برشا عايشك عايشك شرفتني يعطيك الصحة احمد كيف شرفتني عايشك ربي يعطيكم الصحة نرجع لصديقتنا اسماء الهندي شنو حكايتك مع الهندي باهي الهندي لملس
الكاكتوس ينغم باش مش هندي تاع قربان ولا القصرين، هذا الهندي الاملس كل معروف. جهه بطبيعه عندها الهندي تاعها ومحلاه زاد الهندي تاع قربان والقصرين وتالم، ولكن بو عرقوب زاد الفتره الاخيره ولات عندها اسمها في المجال هذا. هي تونس كلها محلاه اي بطبيعه هذه ما كاينش نقاش محلاه منتوجاتنا المحليه ومحلانا بالحق الحمد لله. بون هذا الكاكتوس ينغم الهندي الاملس خاص بمعتمديه بو عرقوب ايوه برشا منجي توا يتباع بالكيلو تقريبا يتباع بالكيلو كيلو يوصل بال 4000 4500 شفتوا على الكيس حتى 5 دينار يوصل ايوا خارج الاكسبور بلدان قاعدين يصدروا برشا انا ما زلت الجنسيات اللي يحبوا الهندي والله فرنسا ايطاليا وايطاليا زاد ما ملط لي في الاليمونتاسيون ممتازين يعني ما يلعبوش رغم اللي عندهم هندي طماطم مجفف وعندهم هندي بطبيعه لكن يحبوا الحاجات هذيا وحتى كي تشوف برامجهم في القنوات نتاعهم يركزوا برشا في الطبخ والواحد على الحاجات البيو وما يستعملوش الطماطم المعلبه وما يستعملوش يستعملوا كل شيء بيو يعني. والهندي لم لازمش كومبيسيون ما يعملش حاجه هكا في المعده ما يعملش كونسيباسيون ما يعملش يعني. ما يقلقش ما يعملش يعني قو نتاع طياره على الاخر خاصه كي يكون بارد بطبيعه يلزم هو ياخذ الضربه نتاع الفريزر الشوك نتاع الفريزر الشوك اما بالحق برودوي طياره على الاخر انا بدي والله سناج دكوفيرت بلدي بلدي حال يعني اكتشفته بلدي سنا وانا ديجا زرع 1000 ما شاء الله 1000 شجره تاع هندي ان شاء الله اون كور دو برودكسيون ربي يبارك لك بيان سور نحكيو ديما ضمن المنظومه البيولوجيه اي اي بطبيعه بطبيعه نحكيو ديما في البيو هذا هو هندي بو عرقوب الكولوراسيون نتاعو موف اي كل ما نخلق الجون اما كفايته هو المور يسميه الكاكتور نير المور فهمت اللي هو ابن حتى بنين بنين يتباع حتى في الكرون سيرفاس حتى بال اربع كعبات ولاحظت شفته مقشر زاد مقشر هذا الهندي المقشر لاحظت انه مذاقه مشكل حلو برشا يعني الباهي الحلاوه كل المعتدله حتى المريض السكري واليوم اليوم العالمي لمرضى السكري ان شاء الله تحيه لكل مرضى السكري ربي يشفيهم ان شاء الله اكيد يا ربي ان شاء الله ربي يشفي الجميع نتصور حتى كي المريض السكري ياكل كعيبه وما يتقلقش ولا زوز يعني المهم يعطيك صحة أسمى عايشك حاجة أخرى حبيت نوريكم حاجة حلوة عندك نفاحات هذوما شنو هذوما نفاحات هذوما خلطة هذا زيت زيتون مفوح مفوح بالثوم أيوة مفوح بالفلفل وبالحبق بالحبق فين مطلوب أكثر قلت في السوق هذا ما فماش منهم في تونس لساشي هذوما ما فماش منهم في تونس هو خدمهم صديقي وكانوا تحية كبيرة برشا هو معصراجي أيه. هو معصراجي او ميم طون صاحب معصره ومصدر زيت الزيتون أيه. في ولايه سوسه اي نعم يعطيه الصحه فكره جابها حلوه هذا يخرج برشا لروسيا حاليا روسيا يخدموا بهم في المطارات يخدموا بهم في الغاستورون يخدموا بهم في الجامعات في ليزيكول فكره حلوه برشا وزيت يعني حتى كيف تحب تحلها من فوق تستعملها حتى كره تحطها في عجنب كراك الفيتيس تاع كراك ما يجرى واحد شيء يخدموا كنت كبار برشا هذوما سي با ايشونتيون هذوما هذا قاعد يخرج بون هو سماه الاسم نتاعو هو قاعد يخرج اما كونتيتي كبيره برشا فما ماكينات سبيسيال تعبيهم هذوما سي سون زيت زيتون ساشي اليمونتيغ زيت زيت زيتون مفوح بالبازيليك يعني الحبق مفوح بالحبق مفوح بال هو كوفخي كامل في 4 باكي كوفخي كامل وقاعدين ماهوش موجود في السوق المحلي نو هذا في تونس مش موجود ماهوش موجود لا مش موجود باهي الحس في الميكرو برشا حس باهي نرجع لاحمد لفاحات الاسوام تاعكم باهي زاده في الاسوام في متناول الجميع شكركم ديما غالي شويه لا مش غالي احنا احنا عند طيار الفود ما تلقاوش الاسوام غالي انتم تخدموا بال 100 غرام بال 200 بالنص رطل بالكيلو نخدموا بالرطل وبالكيلو بالنسبه للريستورون قداش رطل كركم؟ رطل الكركم وما فما اللي يقولوا كركب وفما اللي يقولوا كركم كركم هاي. بالماء هاي. بالماء رطل بخمسة دينارات خمسة دينارات خمسة دينارات وخدمته تعب شوية يعني تحضيره تحضيره هو يجي عواد عواد نتاع كركم يتغسلوا كيما القرفة هذه تقريبا يتغسلوا يتنظفوا ومن بعد يترحب راح ينقص عليه شوية الأرض اللي مزروعة فيها جهتكم نابل غادي يعني فين نلقاو أكثر الكركم يعني مزروع الكركم هم أكثر أكثر شيء يستوردوا فيه من برا من برا من الخارج أيوه التوابل كيما الفلفل الأكحل حتى هو يستوردوا فيه من الخارج وغالي الفلفل الأكحل شيء كبير ولا الزنجبيل زاد يستوردوا فيه من مطلوب مطلوب من الخارج فما حاجات اللي فما التابل بتوعي والكروية نتاعنا التابل والكروية والفلفل الأحمر والحار الكمون زاد البلدي اي
هذوما معناتها منتجات تونسيه 100% ومطلوبين برشا. ومطلوبين برشا، هي البهارات كل موجوده. تو عملنا احنا امبلاج نتاع 100 غرام ونتاع 50 غرام هي. ان شاء الله هذايا باش يبدا متوفر. هذه محلها ليت في التسويق، يعني 100 غرام و50 غرام ما تخمنيش مطالب باش نشري كيلو ولا طل باش نستعمل انا كميه صغيره يعني. هي. حضرنا الامبلاج هذايا يهز 12 كعبه نتاع 100 غرام ولا 12 كعبه نتاع 50 غرام نجموا نبيعوهم معناتها للحوانتي ولا الحانوت معناتها مع بعضه. كل حاجه فيها مثال تيبل هي. pour la présentation هو منو بريزونت لا ويشريو امبلاج ونجمو زاده نعملوها مشكله فيها 12 نوع نتاع فحات كل تنجم تمشي كادو باش باش يقعد لنا الوقت نلموا هالزينه اللي قدامنا لانه زملائنا في قسم الرياضه بعد قليل باش يوصلوا يامنوا النشره الرياضيه. حبيت نحيي هاجر، مرحبا بك هاجر، هاجر الكاليغاف، شكرا لك احمد سليتي، شكرا، برافو طياره فوت، ايضا اسماء عوينتي، كلمه بسرعه بسرعه، كلمه بسرعه. بربي سي معز نحب نقدم تحيه كبيره وبالحق شكر خاص للوكالة استمرت فلاحيه لابيا وخاصه لابيا نابل. شكر كبير 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 وللوالد وللخويا ربي يفضلهم، وشكرا على الاستضافه. فرحت برشا اللي قابلتك اليوم، قابلت وجوه طيبه، مرحبا، شكرا، شرفتوني. ريما زول شكرا لك، شكرا لضحى ظافي، عبد فوسلاتي، مروان عمار جبالي، شكرا لكم الكل. اماني بولعريس وصلت لتامين الموعد المباشر بعد اخبار مالي ساعتين شيء طيب. الناس كل نهار الخميس نتقابلوا 6:15 بعد النشره الاخباريه ان شاء الله في موعد اذاعي مباشر من برنامج خليك على الخط. شيء طيب، الى اللقاء.